berdua. Seperti itu. لكن ما تظن أنه يعني شو هو التحليل الكمي
وبالتحليل النووي. فانا هدي اكزامبل بس الكوانتيتيف ريسيرش مثلا ممكن تكون سيرفيس زي ما قال قصان برضه اوف لاين اون لاين كويشنيرز فور اكزامبل. ممكن تكون بيرفورمانس ميرز ممكن تكون حاجه انت بتقيس بيها زي سكور زي تايم نمبر اوف ايرورز وات ايفر. ممكن تكون حاجه اسمها لوج فايل اناليسيس ده انت بتمر التجربه وبتسجل التجربه ده كلام هنتكلم عنه لانه ليه انا عايز اتكلم عن واحده من الميثود اللي ممكن تكون رخيصه جدا تشيب انا ما هقول نو كوست لكن هقول كوست افكتيف وتابلايز للسوشيال ساينس تابلايز للبراكتيكال ساينس. انا لازم سوفت وير انجينير وعملت ان اس سي في جيو انفورماتكس وسط شغال مالي مانجمنت او انفورميشن مانجمنت عن مالي مانجمنت. So, نحن ويبليد إنه زي ما تتعرضوا قيمة الفيبرسيسيس ما شرط إنت طلبت BSC كده ميكانيكا إنجينير it means حتى جي حب دفع ميكانيكا إنجينير it means حتى بروفيسور ميكانيكا إنجينير. الكوارتاتي بسيط مشوارس اللي هي طرق تحديد ما كمي هي نوعي زي الوزرميشن زي very, very easy to find it لأنه all of us we have observation skills. في عارفين دي كلها طرق تقليديه عارفين حاجه اسمها انترفيو انترفيو انواع كثيره برضه زي ما عارفين ممكن تكون فوكس جروب انترفيوز ممكن تكون مان تو مان انترفيو نو جندر اوفنس يعني مان تو مان مينز يعني زول لزول. وانا هتكلم عن استراتيجيه هي دي اللي هركز عليها هسه اللي هي الناس ما شويه كده ما جايه بخبرك هي تيم كلاود استراتيجي اتس نوت ا نيو استراتيجي لكن اتس نوت تيم كلاود واحدة من الحاجات اللي نسميها الفيلد ميثودز. وفيلد ميثود معناته ريسيرش بيعتمد على شغل التحكيم فيلد ما شرط يكون خارج it could be أي instrumental approach premises. والفيلد ميثود هي كولكشن بتاع ميثودز الفيلد ميثودز بيتعرف فيها الباحث أو الريسيرشر على كيف المستخدم كيف اليوزر بيستخدم برودكت او سيرفيس معين في اشهر انفايرمنت في البيئه الخارجيه بتاعته او بمعنى ثاني كيف البيهيفير بتاع اي برودكت او سيرفيس او فينومينا في اشهر كونتكست بتاعته. ليه الفيلد ميثود؟ لانه كثير جدا جدا من المستخدمين أو بكثير جدا أنواع ريسيرش أو ريسيرش تايبس ما ممكن تصل إحنا قلنا ريسيرش something that can add knowledge يعني knowledge added value مش كده؟ أو حاجة إضافة جديدة إذا ده تجيب أوريجنال ريسيرش أو تضيف إضافة جديدة في أنواع كثيرة جدا من أنواع المشاكل بتاعت الريسيرش أو problem definitions ما ممكن تصل للconclusion بتاعتها أو تصل للبيتر أنسر مش البيست أنسر زي ما قال الدكتور الناس انك انت تشوف الحاجه شغاله كيف في الاشهر كونتكس او في المحتوى التعليمي. واحده من الاكزامبلز البسيطه كنا شغالين بيها كنا شغالين مع رواد الاسعاف في السودان. المشكله مشكله خياليه يعني ما زي في السودان مشكله ما عرفت الحقيقه كده لو كنت فاهم. المشكله انه في سيستم مستخدم للتم على رواد الاسعاف والجيتس بتاعت الامرجنسي والسيستم ده عنده حاجه اسمها الاستيميت اوف تايم ارايفل اللي هو مواعيد عمل الاسعاف. المواعيد كان فارقه في ديفرنس بين الاستيميت اوف تايم ارايفل بتاع عمل الاسعاف لغايه ما تصل عمل الاسعاف في البيت المعين بتاع الاميرجنسي 2.4 سكند ثانيتين و4 من 10 الثانيتين و4 من 10 they think انهم it makes great difference between life and death. Because they respect lives. And we respect lives. لكن في النهاية في التكاليف اللي بتروح للميشن بتاع الحاجة اللي كانت موجودة. كنا لازم نحاسب اليوزر اللي كانت كان موجود. فمشينا وقمنا نجرب طريقة جديدة اسمها كين كلاود. All of us with كين كلاود. نحن سودانيين غير معروفين نحن نفكر بسرعة عالمية. نحن ما نستخدمين. والناس اللي يعني. من وين تفكر؟ فواحدة من الميثود بتاع تيم كلاود الريسيرش ميثود اللي هي الميثود اللي هي تيم كلاود ان المستخدم تطلب من المستخدم بتاع السيرفيس او البرودكت ان يفكر بصوت عالي يعني يتكلم براوه ما زي ما يقول
number out during the service, out during the process. لكن انت بتعمل ريكوردينج للحاجه اللي بنعمل فيها وبتعمل اوبزرفيشن بطول معين. الميثود سيمبلي بيعمل الاسعاف في السيرو والسيلف لايف سنتر كلها. فدي تشيف بتاعت الكارد موجوده هي نيرس ومرن على الامرجنسي بريبيرنس او الامرجنسي ريسبونس هو استجابه للطوارئ. فكان هي بتستخدم السيستم وانا دايما بفيل كومفورتبل في السيستم عشان اشوف المشاكل اللي ممكن تستخدم الكاميرا الاولى. وده بيوقعني في حاجه اسمها يوزابيلتي لو الناس تسمع الدايما قبل كده which is very very important issue. قابلية الاستخدام to what extent الحاجه دي هي ايضا ممكن يطلع برايت او سيرفيس لكن هل الخدمه دي او برايت قابلة للاستخدام هي ولا لا؟ فالسيمبل كنا نعمل تراك اناليسيس الكلام ده 2003 ثرو ديجيتال كاميرا وفيديو ريكوردينج ودي الميثود سيمبلي انا ده اوري انه في سيم ساوند اوف ميثود هسه حاليا حديث الكاميرا زمان كانت مشكله هسه حاليا اي زول في موبايل موبايل اي موبايل يقول شايف في الكاميرا والان في انا شايف في موضه جديده طالعه على السنتين كده بتاعت المصورين محصورين على البشر في الفيسبوك يعني which is very good انا نو اوفنس يعني انا ولا فاهم لكن اوكي اخوانا دوكيومنت ايفنت دوكيومنت صوره والنحله اللي عامله كده وعامله باك جراوند جراي وسبحان الله كله سبحان الله لكن سبوت ان انا تيوز التولز السيمبل اللي عندنا على مكان دي زي الديجيتال كاميرا زي الفيديو ريكوردينج في ريسيرش ميثود which is cost almost nothing لانه nothing مش معناته المفروض اشتري الديجيتال كاميرا اللي كان بوري من زول بعرفه او غيره التيك الاوت It doesn't work alone. كنا نعمل لها combination مع other method زي group of interview. وبنطلع results بنشوف الزول ده انا وانا صورته بشوف لو ملاحظين على الشمال هنا بشوف وهي تشتغل بتتكلم بصوت عالي وانا بلاحظ مع الـ AI tracking برضه وعندي سوفت وير مسجل بلاحظ شنو الـ obstacles او شنو الـ challenges في الاستخدام وهي شغاله فيه. الكلام ده في ايجابيس يعني طلبات ولكن حقيقه وفي ثلاثة رأس مصابين هناك ما في مطاعم براها وإسعاف براها وحركة وإسحركة براها و... سيف أور سيلف سنتر يعني قبل أربع أيام كنت في تراسيتي حصل أنا حاضر بس كده ماشيين ورا المزرعة وحصل حادث مزعج جدا جدا المهم بتاع باتر كده جا ماشي وخمله وماشي كده في مرة في الخمسينات من العمر فإحنا الحادث اللي انبنى فإحنا اتخلعنا خليك من الناس فنزلنا فالزول جاب طبعا في النهاية فقمنا ضربنا تليفون أنا أول حاجة في ذهني قلت ساعة ضغط ساعة قلت لهم يا إخوانا يا أخي في حادث في الحفلة يعني حقيقة تعالوا تعالوا كويس معي ويوم أولي في ثلاث دقائق حقيقة أكون كويس في المسلمين قال لي انظر للاسعاف برضو احنا جايين ندور للاسعاف فنزل من الاسعاف ضغط الاسعاف قال لي والله يا ابني احنا عندنا سبع اعضاء طلع والله انهم قاعد تختلف في حياتي قلت له يا اخي انا في ناس مزعلين زي وسع عيالي وريني اللي احنا عايزين نعمل شنو يعني فقام قال لي يا اخي والله يقرب علينا تجيب 25 دقيقه ونحن بنتكلم عن ريسيرش نعم 2.4 سكند انا اي دونت بلين بتاع الاسعاف لكن انت لو بقول انه الريسيرش كونتكست بتاعها يكون ادابتف لنوع المشكله الموجوده. رغم ان يعني انا ما بطلع من الريسيرش كان بينها 2.4 سكند بين لايف اند ديث. رغم ان اعمل سيمبل موديل لو انا مهندس ولا انا اركتكت او وات ايفر عشان تو انهانس الحاجه. يعني في النهايه بنعمل مثلا انا سالت الخير بس ثلاث ساعات راكب علينا اثنين من الركشه واثنين جنان في عربيه وطبعا تنزل اورنيك وبرضه هي طويله ومسيره بسيطه ونصنع لهم كل الحاجات اللي في النهايه الحمد لله رب العالمين كلهم طلعوا كويسين واحده بس اذى شويه كده شديد يعني فنرجع للستوري تاني التيك الاوت هي اتس بوث كواليتيف اند كوانتيتيف ريسيرش بتكون 200 كواليتيف احنا قلنا يعني شنو ريسيرش كم من نوعين بتكون كومباين توجيتر لو انا انتجريت الميثود دايما يا اخوانا في الريسيرش ما بشتغل بالميثود دايما انا ام وركينج وذ مور ناو اف ات ريكويرز عشان تكونسولديت الاوت كم بتاع الريسيرش ف
فأنا كنت كومباني الاثنين ده لاو بالفوكس انترفيو بين الجميع من كلهم كانوا جروبس كده وخلي كل زون لأنه ده اللي قاطع ده وده اللي قاطع ده وده اللي بيديني فكرة فإت سبارك الأيديا وتريجرز which raises more question for me. ده فرق الفوكس جروب انترفيو من المان تو مان انترفيو. واحدة من الريزلتس دي في عربة الإسعاف لو لاحظتوا النافيجيشن سيرفيس هم عندهم مشكلة تلجيك إنه في الشتاء مع الإكشاف بيقول الإسعاف ممكن يكون ماشي قدامه لكن this one بيت الدايو في الزمن الدايو في الـ ETA الدايو. نحن لا قدر الله في الأحوال العادية عندنا مشكلة. أنا بنتج الواقع، أنا بقول إنه عن مثل أنواع المشاكل ممكن تكون مشكلة، أنا ما بنتج الواقع ده. لكن بنقول برضه اللي احنا لو حصل حادث، الحادث ده كان حصل، لو كان في كتاحة سريعة على الموضوع ما كنا هنلقى إذا ممكن اللي بعدهم واللي بعدهم واللي بعدهم يخش في الحادث الموجود مشكلة. يبقى عندنا كومبلكس أكسيدنت بدل ما يكون عندنا سيمي أكسيدنت. أكيد كلام برضه ممكن نعمل لها كومبينيشن مع حاجة اسمها الأي تراكينج. إنك وأنت بتصور في سوفت وير أنت يو أوبزيرف أز ويل. أوبزيرف كيف؟ أنا أيضا أمونيت الريكوردينج الموجود في سوفت وير بعدين بيسترجع الحياة التاريخية يسموه اللغة العربية اللي كنت تكلمت عنها وبرجع بالتفصيل لكل لحظة أنا أدريتها في الإمبريك الصغير. ده الإكزامبل بعد كده يبقى ميكس بالذات المهندسين الموجودين هنا they can mix the thing about the contextual inquiry the contextual design اللي هي الميثود بتاعت الديزاين الموجودة. في الحالة دي الناس اللي تتكلم عن المودل الثاني اللي تتكلم عن بروتايب مودلز اللي هو بروتايب جزء أول يعني سكراب ريورد. أنا بسمع حاجة من الثينك لاو وبحلل الحاجة وبقوم بفتكر الحاجة أحسن ممكن تكون كده لكن ما تكون الحاجة أحسن صحيح؟ بستخدمها بعملها يوزبيلتي ثانية وتاني برجع سو اتس ايتريتيف بنسميه سكراب ريورد. شنو هي آخر حاجة؟ شنو هي التشالنجز؟ شنو هي التشالنجز ممكن تكون الليميتيشن بتاعت الثينك لاود؟ أنا أفتكر الثينك لاود ممكن تكون فيري سيكبل ميثود حتى السوشيال بالمناسبة هي في حد ذاتها هي كوميدي ساينس كوميدي ساينس ميثود بعبارة السيكولوجي والناس اللي I'm not psychologist, I'm high tech oriented لكن في النهاية it's basically كوميدي ساينس لكن في النهاية يا اخوان الميثودز ذات لو ما دخلت في اذر سيكتور ريسيرش السيستمز كلها لو ما دخلت الميثودز يو كان نوت بروديوس سمثينج انوفيتيف بتكلم عنه ضروري كان ان حاجه تصير بالهيومانيتي كيف كان تصير بالهيومانيتي عشان كده البيبر كان بيتكلم عنها كارولي الثاني 12 كلها بريتيك اوثر اي ثينك اتس ون اوف ذا الحاجه اللي تكون انترستنج اكسبيرينس بتكون ريتش اكسبيرينس انك انت to integrate your thoughts with others ودي very hard to do it يعني أسهل تكتب ورقة براك أنت بيكون فيها لينك سبوت في النهاية لكن لما تشتغل شغل تحكيم ورقة بتاع كولوريتيك بيبر أنا حاليا من مسابقتها 2004 عند الماستر شهر 10 أول فرصة بتاعت نشر جاتني أول كان في شهر 5 كان في كايو ونشرتها من الماستر فيست بتاعي لما مشيت انا كنت مضطر انشر ولا ما انشر شوي لانه انا في الماستر السوبرفايزر بتاعي يعني كان بتاع 16 مره كده 1 2 3 4 16 كويس رجعني كريسيس رايت اي هاف تو سي ذس كويس اول مره قال لي يا عمري يا اخي الاي دي سبوت كده جاي من الوعد امشي امشي اقرا طلعت عليه بالطريقه دي مشيت بيه بعد كم يوم قال لي والله يا اخي يعني واضحه لي لكن الميثود المفروض تمشي تعمل اكسبورينج اكيد ليه كونسيبت بيبر عن الماستر تيس الحكم وانت عملت الكونسيبت بيبر مصلح فلوس سبع يوم ورجعوا لي قال لي يا اخي بعد الكونسيبت بيبر ده تعمل لي بروبوزل بيز على الكونسيبت بيبر مشيت عملت البروبوزل قال لي تيجي تعمل لي برزنتيشن عن الانتجريشن بين الكونسيبت والله ليه ما حصل لكن في النهايه اي ريلايز انه بعد ما كتبت الثيسيس بعد سنتين كم شهر من الديفونس انه والله انا اي او ذيس مان ماي كلودوك از ماي سوبرفايزر بروفيسور ماي كلودوك انا مجي ليه وليه لانه علمني كيف اكتب ريسيرش انا لما طلعت من هنا كنت بعرف كيف ريسيرش عندي بعد كده لما جيت في كايرو وعملت البيبر حول العالم الموسع الحمد لله وما كنت متوقع ما كنت خدت في راسي حاجه دي اي جوت ذا بيست بيبر اوير اند ذا بيست يانج ريسيرش في عالم ما
experience, I mean, already that day itself, unfortunately, I haven't done a lot of communication, only 6-7 papers. أول paper بعد 9 سنين من الماستر اللي عملته السعانة اتمشيت في جوبر كانت سنة All of them, the rest of the papers were conference proceeding papers. يعني papers منشورة في مؤتمر إقليمي وعالمي لكن ما يوم مش different. فالعادة اللي جات للفاينانسنج still we are all learning. I hope you will be able to إن شاء الله يا الله ودي العلاقة التابعي. We are all here إن شاء الله. We are learning and we are with our humble knowledge we have. Very humble knowledge, we are ready to knowledge transfer and time.